صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. عمر بن عبد العزيز كان خليفة أرسلت إليه فقيرة في مصر، فتاة امرأة فقيرة اسمها فرتونة السوداء، مسكينة فقيرة، تقول إن لي حائط متهدم يتسوره اللصوص ويسرق دجاجي. أرسلت الورقة هذه بالبريد إلى الخليفة في دمشق، فأرسل رسالة إلى الوالي أيوب بن شرحبيل، قال: إذا جاءك كتابي هذا فاذهب إلى فلانة الفقيرة المسكينة واشرف بنفسك على تحصين حائطها، مو ترسل أحد، أنت بنفسك تذهب. فذهب بنفسه الوالي إلى هذه المرأة الفقيرة المسكينة الضعيفة وأشرف على بناء حائطها مرة أخرى. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أول صفاتهم أذلة على المؤمنين. والله لو أفقر الناس، لو أضعف الناس، لو أكثرهم مسكنة، الخليفة بنفسه يأمر الوالي يهتم فيها. شريح القاضي معروف من أعدل الناس ومن أحكم الناس من القضاة. شريح كان عنده ابن، صار بينه وبين أحد الناس خصومة، قال: يا أبي أخبرني، أقول لك القصة الحين، إذا الحق لي عشان أخاصمه عندك أرفع أمر القضاء، وإذا الحق له أروح أصالحه وخلاص. قال: أخبرني. فلما أخبره القصة قال: خاصمه، يعني تعال إلي في المحكمة. فلما جاء في المحكمة صار الأمر عكس ما كان يظن الابن، جعل الحق لخصمه. قال: يا أبي ألم أقل لك إذا كان الحق له اتركني أذهب أصالحه؟ قال: يا بني خشيت أن تصالحه فتقطع جزءا من ماله، أخاف تأخذ منه شيء، فأردت أن يكون الحكم عندي. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. حبيب ابن أبي ثابت يقولون كان إذا سجد كأنه ميت من طول سجوده، وكان بعضهم يقف الطير على ظهره لا يظن أن به حياة، هكذا كانت صلاتهم، صلاتهم صلاة. سفيان الثوري صلى بالناس يوما في صلاة المغرب فقرأ: الحمد لله رب العالمين، واستمر بالفاتحة حتى وصل: إياك نعبد وإياك نستعين، فبكى وتوقف فعادها: إياك نعبد وإياك نستعين. يعرفون ما في الآية من معاني ليس معنى، ورددها وأخذ يبكي، رددها وأخذ يبكي، فما استطاع حتى عاد الفاتحة من البداية: الحمد لله رب العالمين. هكذا كانوا يعيشون في الصلاة. مسلم ابن يسار يقولون ما التفت في صلاته قط أبدا، يوم من الأيام كان يصلي في المسجد وانهدم جزء من حائط المسجد، جزء من حائط المسجد وهو يصلي لوحده انهدم، ففزع أهل السوق جميعا وتراكضوا إلى المسجد، فدخلوا إليه وجدوه يصلي، فلما انتهى من الصلاة قالوا: ما لك؟ المسجد انهدم وأنت تصلي؟ قال: والله ما شعرت بشيء، ما شعر أن حائط المسجد سقط. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. صلاتهم كان لها معنى، خشوع، صلاة بروح، ليست كما يصليها الكثيرون اليوم. أولئك التابعون إنهم الصفوة. ضياء الكون يا
صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين هم المختار وصى أن نراهم مثالا يحتذى للعالمين وقدوة جيلنا خلقا ودينا وصفوة دهرهم والمخلصين فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين.